بيتحقق معانا حد الفوز يا الكبير، كابتن محمد مصلحي المدير الفني الرائع. كابتن مصلحي الف مبروك. حضرتك تحياتي وتحيات المهندس عدلي وكل التهاني الحياه للاداء الرائع. ربنا يخليك. ازيك يا باشمهندس عدلي؟ ازي حضرتك؟ طبعا عايز ابارك لك على البطوله، وعايز ابارك لك على عوده الكابتن احمد قط وكابتن محمد عبد المنعم. تمام والله، يعني هم يعني الاثنين دول بصراحه كانوا عاملين عمليات، غير عبد الحليم عبو كان عامل عمليه. الفرقه كانت بتمر بظروف صعبه جدا. لسه هسالك على عبد الحليم امتى يرجع. الفرقه دي رجاله جدا 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 والله، كلكم رجاله وكلكم الحقيقه، ولو اننا قلقنا شويه قبل البطوله، لكن الحمد لله الفريق بيسترد شخصيته بسرعه وبيثبت ان هو رقم واحد على افريقيا والعرب. قول لي عبد الحليم امتى يرجع؟ والله هو عنده فت كده، فت رياضي، فاحتمال كمان اسبوع ولا حاجه ان شاء الله يبقى كويس ويلعب ان شاء الله. انا عارف ان هو من بلدياتك. ايوه احدى صفقاته موجود في الملعب. لا وكمان انا بسال عليه لان الحقيقه من مده طويله ما كانش عندنا حد بالمواصفات دي، وكويس قوي ان عندنا من يحل ويسد يعني بكفاءه جامده جدا. النهارده كابتن دوله او محمد عادل بياخد افضل سنتر بلوك، مش كده؟ تمام صح. محمد عادل خد احسن سنتر بلوك. طيب يعني احنا خد قبل كده في افريقيا، ولد ممتاز جدا، وان شاء الله في مزيد يعني ان شاء الله من الانتصارات. يعني التحدي القادم ايه يا كابتن؟ والله عندنا كاس مصر هيبدا يوم الاثنين على طول ان شاء الله، والدوري كل يوم اثنين وجمعه، وان شاء الله افريقيا في اول اربعه باذن الله. هو ده بقى افريقيا اول اربعه. ان شاء الله البنات من 1 لـ10، واحنا من 11 لـ22 ان شاء الله. وفين؟ في النادي الاهلي ان شاء الله. في النادي الاهلي. النادي استقرب بالموافقه ان احنا ننظمها ان شاء الله. جميل جدا. اذا تخرج من تحدي عربي الى تحدي محلي ثم تحدي افريقي، هو ده. تمام. هو ده شغل يعني الأبطال. السنه دي منتظره ان شاء الله كابتن الرباعيه بقى. يا رب ان شاء الله. وبحب اشكر طبعا الكابتن محمود لانه اتصل بصراحه قبل الماتش وبعد الماتش، وكان متابع كويس قوي البطوله، وبصراحه يعني كانت مفاجاه ليا ان هو يتصل ويطمن على الفرقه يعني. تمام. وعايز اقول لك حاجه، يعني ما كانش في فرقه تونسيه في البطوله دي، اعتقد كان فرقه واحده ولا ما كانش فيه؟ ما كانش فيه خالص. ما كانش فيه. متوقع يبقى في فرقه تونسيه في بطوله افريقيا؟ ممكن جدا، ممكن الترجي وصفاقس ممكن يشتركوا يعني. طيب نتمنى، علشان باذن الله يبقى نحط النقط على الحروف باذن الله على في هذا الموضوع يعني. الله يسلمك. ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. الف 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 مبروك للنادي الاهلي كله وجماهيره، الف شكر. وبس عايز اسالك سؤال تاني، انا حسيت بتطور جامد جدا جدا في الفرقه العربيه، يعني ما كنتش بشوفها بالمظهر التنافسي ده، يعني الفريق العماني، الفريق البحريني، شفت اكتر بيأدوا بشكل في واصبح انتقائهم للمحترفين انتقاء عالي جدا. هل حصل تطور في اللعبه في صحيح؟ صحيح فعلا. الناس كلها يعني الفريق سلام العماني وسيدي العماني فريق كانوا مميزين جدا، والاهلي البحريني كان فريق ممتاز جدا، وده غير طبعا فرق ليبيا والفرق عموما الخليج كمان، وقادمة عملت مفاجاه كبيره جدا وكسبت العربي وطلعت كتاب النهائي. ففعلا كان في تطور كبير جدا في فرق الخليج بالذات. طيب السؤال لازم يعني يسال، يعني اخر مباراه بين الاهلي والزمالك فاز الزمالك في مفاجاه يعني ما كانش حد متوقعها، ما كانش الاهلي في يومه تماما، فالزمالك دعم نفسه برضه. انا المحترف بتاعهم اسمه بتروف ولا ديمتروف مش عارف، في اليكس وفي ميسا اثنين. لا يعني انا ما شفتوش معاهم رغم كده في الدوري، فكون الزمالك كان موجود، الاثنين كانوا موجودين. لا واحد بس اللي هو روسي كان موجود، كان موجود معاهم تاني بواحد تاني في البطوله العربيه، وهيستمر معاهم في الدوري. هيستمر معاهم في الدوري. فطعم الفوز النهارده شكله ايه؟ كنت حاسس ان الماتش ده هيبقى يعني ضيق ومقفول، ولا كنت عندك برضو احساس ان فرقتك هتفوق الفوقان ده
في النهائي. انا كل ثقه يا كابتن عادلي في الفرقه دي وفي الرجاله دي والناس الكبار بالذات، صراحه ناس عملت ماتش هايل وكانوا في قمه تركيزهم النهارده، خصوصا في الجيم الاول والثاني. هو صار التركيز ضاع شويه في الجيم الثالث في اخره كده، لكن برضه خبرتهم هي اللي حسمت الشوط الاخير الحمد لله. طيب انا برضه شايف ان من مكاسب هذه البطوله الحقيقه عبد الرحمن سعودي انه يثبت نفسه بهذا المنظر. مش اسمه عبد الرحمن سعودي؟ تمام. عبد الرحمن عنده 22 سنه. ما انا عارف هاي. انا تابعته لما طلع من سنتين وكان سنتر بلوك، دلوقتي انت شكلك استفدت منه في حته تانية كده. خد احسن سنتر بلوك السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا. ومستمر طبعا واساسي في منتخب مصر، وهو بصراحه ولد مبشر جدا حاجه رائعه كان في البطوله دي الحقيقه. نعم يا فندم. بقول كان حاجه رائعه في البطوله دي وسيرفاته الحاسمه الحمد لله. كابتن اذا كنا بنطمن على القوة الضربه الكبيره عبد السلام وصلاح، اكيد انت في تصورك ان احنا دايما وابدا يكون في متوسط الاعمار صغير ومستمرين في التصعيد. تمام. ما هو دوت احنا انا الحمد لله بيتمرن معايا اربعه من الفرق اللي هي ال 19 سنه. سواء كان يوسف صافي او يوسف مرجان او عبد الرحمن الحسيني او محمد عثمان. كل دول انا عيني عليهم طبعا. تمام ان شاء الله، وهيجي اكيد دورهم في الفرقه، واكيد هياخدوا مكان اللعيبه الكبار، لكن هي واحده واحده، جيل بيسلم جيل. بالظبط بالظبط ما احنا استلمنا من الكابتن رضا والكابتن محمود فرج والكابتن احمد زكريا، جيل بيسلم جيل كده، وان شاء الله واحده واحده الناس بس يعني تهدى شويه على الفرقه، واللعيبه دي قدامها لسه كتير والله. طبعا اعمار الفولي في الملاعب بتبقى كبيره شويه، يعني ممكن في ناس بتوصل دلوقتي ل 40 و41. يمكن اشرف ابو الحسن دلوقتي عنده بسم الله ما شاء الله 45 سنه وبيلعب في نادي الجيش. ايوه فاللعيبه دي محترمه جدا وربنا يكرمها، وان شاء الله لسه قدامها كتير. قدامها كتير بدليل اساطير الحقيقه. لا بدليل انهم بيحصدوا الالقاب، يعني اما تشوف النهارده احسن معد مين؟ صحيح عبد الله عبد السلام، احسن ضارب او احسن محرز للنقاط، اكبر محرز نقاط في كل مسابقه بيخشها، سواء كاس عالم او كاس انديه او كاس. احمد صلاح وعبد الله حاجزين ده على طول. فطالما ده الاداء وده العبره بالاداء، وربنا يديهم الصحه والعمر ومتعونا اكتر واكتر باذن الله. ان شاء الله. تحياتي ليهم وليك ولاداره النشاط ولكل جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره، متشكرين على اللي بتعملوه وكملوا. ربنا يخليك. الف مبروك بالتوفيق. شكرا. بالتوفيق. شكرا للكابتن محمد مصلح المدير الفني لابطال